حلقتنا اليوم القامه تقريبا من قامات الاعلام الرياضي في تونس خليفه جبيل. اهلا بك سي خليفه. مرحبا بك اسلام وبكافه مستمعي ومستمعات اكسبريس اف ام. في الحقيقه انا ربما خذيتوني على الطائر وقت الانترفيو مع سامي العروسي في تحليل مباراه الترجي التونسي البارح، فنسيت اهم حاجه. انا اولا نشكرك على الدعوه هذه. لا مرحبا مغيم زي بصراحه انا لا قاعد اسمع في الصوت نتاعك تو تحس في حاجه مش عاديه نتاع الصوت اللي تربينا عليه واحنا صغار في الماتشات تبعوا ماتشات في الراديو في التلفزيون. فشكر كبير ليك، وتقريبا انت من ربما الاعلاميين القلائل اللي ما ترددتش وانت تشهد على هذا في الرفض او في السؤال او في حتى معرفة ماهية هذه الانترفيو وموضوعها ومحاورها. يعني انا انسان تلقائي ولا يهمني مهما كان الحوار، وربما جرأتي سبت لي العديد من المتاعب. فتحية لي مش نحكيو فيه، وتحية لإكسبريس. مرحبا بك في كل وقت سي خليفة وماهوش مزيء. بارك الله فيك. به اول سؤال، وينو خليفة جبالي اليوم؟ خليفة جبالي متقاعد بحكم السن، هذا مؤكد، ولكن أرى نفسي وأني غير متقاعد لأنه هناك من الأنشطة في الحياة لا تستدعي أن يتقاعد الإنسان، يتقاعد إداريا متفقين، أما مهنيا أنت تأمن بالتقاعد عند الصحافي؟ ما تأمنش عند أي مبدع، صحافي، فنان، رياضي، مدرب، مغني، فنان تشكيلي، مسرحي، ممثل سينمائي، هذا كل ما ينجمش واحد يستغنى عليهم. طبيب ثم مهن معناها ما تحتاج لها، طبيب او عسكري سامي جدا، هذوما ما مراش ثم تقاعد، اللهم اذا كان ظهر عليه عجز بدني لا قدر الله. وهذا مش موجود الحمد لله. تعتبر نفسك اليوم كنت نجم تكون في مكان خير من اللي انت فيها تو؟ بدون غرور ابعد من ذلك، كنت نجم اكون افضل مما انا عليه، ولكن راضي بما اعطاه لي ربي. شنو السبب؟ والله الاسباب منها انك ماكش في المكانه هذه. والله اسباب، اولا ظروف مناخ عام في البلاد. مناخ عام في البلاد، انا اعطيك مثال بسيط جدا. 2008 وانت هكا كما قلنا في الكواليس انا كنت بربش، تعرف كيش تبربش، يعني الحديث ذو شجون والموضوع يجبد بعضه. 2008 هذه مثال، اش نقول لك خط الظروف، ثم ظروف انا مسؤول عليها وثم اللي خلقها جو عام او مناخ عام، وفما ظروف ربما بحكم ما نقولش انا نوايا مبيته او حسد او هذا، اما نقول ما يحوم حول المنافسه غير الشريفه. فنقول لك مشيت لكان غانا 2008، مشيت انا وقتها رئيس مصلحه الرياضه بالاذاعه الوطنيه، رجعت نلقى رئيس مصلحة جديد اللي هو مش عنا فيه، يعرفوه التوانسة الكل. اي سميني باش نعرف. يعرفوه اي مثال، سميهون سميهون سي خليفة مثال حاتم بن امنة. تعرفوا معناها بالطبيعة بيان سور. طيب فمبروك عليه. فاللي غاضني مش انا التعويض، انا أم بسنة الحياة وما يضيع لي شيء، ومش باش ينقص لي من السي في نتاعي شيء، وما هوش باش ينقص من قيمة خليفة جبالي لدى الرأي العام في تونس. اللي غاضني هو جواب المدير العام انا ذاك سي منصور مهني. قال لي سي خليفه سنه الحياه وكذا، قلت له تعرف كل ميسيون طويله المدى. وين الاشكال؟ الاشكال قال لي لم تضع حقوقك الماليه، امتيازاتك يعني منحة الاداريه ومنحه الوظيفيه اللي هي رئاسه المصلحه تقعد لك، المنح اللي معروفه نتاع البوست نتاعك كرئيس مصلحه هي نفسها لم تتغير. هي انا جاي نخدم على الفلوس بركه، وماذا يكون جوابي للآخرين، للمقربين، للأصدقاء، للعائلة؟ أو معاش رئيس مصلحة أكيد عمل العمل، مش نقعد نعمل مبررات أنا. هذا اللي غاضني، اللي غاضني ما فماش سبب مهني أو أخلاقي أو مالي أو غيره، ولو أنه الأمور المالية ما تعرف أنت في الرياضة لا دخل لنا فيها، ماناش دافع. فبطبيعة الحال ثلاثة أسباب يخليه ربما إن بيرسون ديتروني دو سون بوست عادي، أما أنك تقول لي سنة الحياة وتداول وكذا تقف غادي، الوقت غادي انتهى. سنة الحياة شبي فما وزراء ولا حتى شيء، فتقول لي لم تضع امتيازاتك المادية، شو الاشكال فيها؟ ما فهمتش الاشكال فيها. فيها اهانة، يعني نخدم على الفلوس
فقط. اي مش عيب حتى لو كان تخدم على الفلوس، الناس كل تخدم على الفلوس، اما سي خليفه. اي لا ديغراداسيون يا اخي على المستوى الاداري يا اخي مش مؤلمه. مؤلمه. كيما قالت فما سنه على المهنه. قبلتها. اي علاش الخاتمه هذه بور امبيلير باش تجملها هكا شويه تجميل عمليه تجميليه. بالك شي خليتها شويه حساسيه اكثر من اللازم. عندي انا اهانه. تقول لي راه ما ضاع لك شيء بقات الستاتيو نتاعك هو نفسه وكانك ما زلت مدير مصر. مش هذه القضية، القضية أنا كيف سأجابه أناس يقولوا لي ما سبب عزلكم؟ أكيد ارتكبت خطأ جسيم إداري. أنا مانيش معينتني حزب ولا حسيتك أنك لومت على حاتم بن نمنة. لا ما نلومش عليه، ما نلومش عليه، سعى ولا سعى له هذا كموضوع ما نلومش عليه أنا، وتحية ليه من هنا. أنا حبيت نقول لك لما سألتني السؤال على أنه لماذا أنت غير راض على ما وصلت إليه؟ ما هكا قلت لي. تعتبر الحكاية هذه هي كانت من عرج مسيرتك؟ لا 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 مش هي. ثم عديد الأشياء. ثم تتعين في مقابلة بعد قبل ب 24 ساعة يقول لك لا ما المقابلة هذه مش بتاعك. مش كور. تتعين. ثم ميسيون ليترونجي تتعين ومن بعد الله يرحم المات والله يطول في عمر الحي. لا فائدة باش نذكر أسماء حتى المتوفين الله يرحمهم. يعني ماشي الكوت ديفوار. فينال كوب دافريك 99 اي افريكا سبور نادي الافريقي في ابيدجان لالي خذيت لورد دو ميسيون صرفت فلوس في الخزينه العامه البيي دافيون انا خرجت من التريزوري من ناجروما يجيني تليفون من مدير الاذاعه يقول لي لا طيب المره الجايه تمشي شنو اللي صار؟ عاوضوني بواحد اخر اي شنو اللي صار؟ علاش شنو صار في الكويت؟ ما نعرفش ما يهضرش تقريبا تشبه للي يصير في اي لحظه وحتى لليوم عوضني شخص اخر تحس في نفسك مواسات كما هذه تحس بياسير شنو كي تجيك ميسيون علمك بها بنصف شهر قبل ومحضر روحك وعائلتك وامورك وكل شيء باهي ترجع بفليشتك لدارك لو جور دي فواياج صحيح كاسكو سافدير يعني كل هذه الاشياء انا الحمد لله اسلام راني اونكيس والله فرحان بما انا عليه الحمد لله اعيش في اسره متوسطه لابس عليها تحمد ربي وليداتي اللي وصلوا اليوم لعبس. بعيد على ايام ما بعدتش ما بعدتش ما بعدتش هنا نوجه تحيه شكر كبيره لصديق وزميلي انيس الماجري رغم وقت اللي دخلت انا الاذاعه والتلفزه لما كنا فرد مؤسسه كان شاب صغير كلمني قال لي خليفة ماذا بك تعزلنا اللحن نتاعك لأنه المدير العام أنا ذاك سي لسعد داش وهو لا يزال لحد الآن ختم معنا في الأخبار بالإذاعة الوطنية وكان مبعوث للإذاعة في فلسطين في غزة تحديدا قرره تذمر لي هو الحقيقة وقت سني لسعد صديق قبل ما يكون حاجة أخرى قال لي خليفة وينك تو قلت له هاني في الدار فصص في جلبانه بالله قال لي شبيك ما تخدمش قلت له والله ما نخدمش ما نعرفش هذا موضوع ما يهمنيش بالنسبه للاذاعه قلت له راني امور مبدئيه انتهى بالنسبه للتلفزه قاعد نشاهد في متقاعدين ثلاثه ولا اربعه كيفي وهم اولاد ميادين اخرى مع احترامي كل القطاعات الاخرى من التربيه ومن الفلاحه ومن التجهيز وغيره يخدم وانا ولد البواطه وحتى لا بونسيون دو روتريت نتاعي جو لا بيرس انطلاقا من مؤسسه الاذاعه والتلفزه التونسي وانا خارج الواحد يمكن انا عاجز بكذا افكتيفمون بعد يمكن اسبوع فقط كلمني انيس قال لي عندك مارش وقال لي انت زودت لها برشا على النادي الافريقي في التواصل الاجتماعي في التواصل الاجتماعي قال لي زودت لها برشا انسى الكلوب قال لي انساه الكلوب مدى ذي خذ الماتشات الاخرين اللي تحب عليهم اما النادي الافريقي انساها شوي ولو اني راه مانيش كيما في الملعب او كيما امام المزدح كيما في حياتي الخاصه في المزدح انسان ربما يتهموني باني نكره الكلوب. باش نجيك الكلوب، انت تزيد تحب تحكي على الكلوب. باهي البداية نرجعوا شوية فلاش باك، البداية كيفاش كانت البداية سي خليفة؟ كيفاش أول نهار خممت فيه باش تمشي تلحق بالإذاعة ولا كيفاش بالضبط؟ أه. أنت ماكش متكون في معهد الصحافة ولا حاجة؟ لا 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 مش متكون، أنا عندي إجازة آداب إنجليزية. في كلية الآداب 9 أبريل. قبل ما تبنى منوب. أنا وقتها نقري في منوب. وجات جلسة عامة للنادي الافريقي عام 88 خسر فيها النادي الافريقي الدورة النهائي
ضد الأولمبي للنقل كمحب للنادي الإفريقي ومنخرط. مشيت في الجلسة العامة، حضرت الجلسة العامة في قصر المؤتمرات بالعاصمة، ودخلت وقت الدخل قبلي المرحوم محمد بغنيم وشخص آخر زاد الله يرحمه سي جلولي من قدماء النادي الإفريقي، ودخلت أنفالف ما يعرفني حد. رئاسة الجلسة اسمه محمد علي بوليمان شيخ المدينة أنذاك، وسي حمد الخويني الله يرحمه هو كان كاتب عام النادي الإفريقي وكان والي تونس في نفس الوقت، وكبار النادي القدم المعروفين سي رضا العزابي وسي عزو الأسرم الله يرحمه، الله يرحمه الكل. بعد تدخلي أنا نازل من المنصة ومش نرجع لمكاني في الصفوف الخلفية. عيط لي سي عزوز، ايش انا اش تعمل في الدنيا؟ قلت له اقعد اقعد. عام قديش هذا؟ 88. 88 اش تعمل اش تعمل في الدنيا؟ قلت له راني اونسينيور راني نقري. قال لي اقعد اقعد. شكون بجنبي في كرسي؟ عبد المجيد مسلاتي. طبص على عبد المجيد مسلاتي الله يرحمه وقال له سي عبد المجيد حكى له نابورت كوا. عبد المجيد مسلاتي جاني جيت باش نرجع لتالي احتراما الصف الاول كلهم تاع كبار النادي وكبار الدوله ايضا. قال لي قعد حاجتي بيك او كرسي فاضي. قعدت. قال لي نهار الاثنين تجيني. وين نجيك؟ قال لي استوديو 14 في الاذاعه الوطنيه شارع الحريه، طن حضر لك معناها ان اورد ميسيون ولا في اللوج تلقى كل شيء. مشيت مشيت لندي فهمت الموضوع، لأني أنا مغروم من صغري هكا، نحل راديو ونبدأ نعلق وحدي هكا في المزرعة وفي أي مكان. وحدي مغروم، أعرفهم الكل تهرب من شنو صار كي مشيت؟ مشيت عمل لي تيست. حط لي ماتش نواري بلون البرازيل وإيطاليا، قسما عظما. قال لي علق بأسماء حتى عربية. أنا حاجتي بالصوت. وحاجتي بالريتم. وحاجتي بالطبقة لما تكون هجمة قوي. فقط. حاجة أخرى سمي، لا قلت له أنا سميهم. جيت نسمي فيهم جاير زينو توستا وبيلي ريفيلينو كلودو والدو كارلوس البرتو بيريرا الجول فيليكس والاخرى عندها ريفيرا وريفا والتافيني يعني. قال لي قال لي قد ايش عمرك وقتها؟ قلت له عام 70 عمري 13 سنه. 13 سنه جيتي اون بروميير اني سكوندير انا نتفرج في كوب دي موند وقتها شكون عنده تلفزه معناها. وهنا بدات الحكايه. وهنا بدات الحكايه. فعمل لي اختبار بدقيقتين قال لي بنروح. عديت ماتش لول اون ديو. شكون الماتش ومع شكون عديته؟ الملعب التونسي و... والنادي الافريقي. لا زوز ماتشوات. لول النجم الاولمبي للنقل والنجم الساحلي ومقابله الرئيسيه النادي الافريقي والملعب التونسي. وقتها فاز النجم 2-0 على الاولمبي للنقل في رفح الستار الافريقي في ما شاء الله ذاكره حديديه. الحمد لله. باهي شنو تبدل في الميدان قبل الثوره او توا؟ ما تبدل حتى شيء. تبدل شيء. يعني من ناحيه؟ من نواحي الكل. في المجال الاعلامي او الرياضي؟ التعليق والاعلام. في الاعلام اصبح ثم حريه شوي. تحرر برشا. باهي شكون تعتقد اليوم افضل معلق خلينا نمشيو ديريكتومون في تونس؟ في تونس أي. في تونس في الصغار نتاع توا اون جينيرال ما تنساش ساعطيني منا ومنا في الكبار وفي الصغار شكون اللي يعجبك؟ شكون يعجبني في أي. تونس؟ اي رضا العودي في الصغار متقاعد كيف في الصغار اللي طالع توا اتصور اتصور انه رفقي بوسته و القلعي رمزي القلعي رمزي القلعي به اسماء كيما عصام الشوالي مثلا شنو رايك فيه؟ رؤوف خليف هيكل الصغير القادم في رؤوف في الخليج متميزين متميزين ثلاث ثلاث باهي فين عمل مقارنة بين خليفة جبالي وهذه الأسماء؟ هما أعطوا شهادتهم فيا وأنا وبتواضعهم من حق أنا سمعت عصام في وقت ما قال لهم قالوا له شكون تحبوا جنبا إلى جنب في مقابلة ديو معاه؟ قال لهم خليفة جبالي قالوا له عجب لا عجبك لا رؤوف خليف لا حفيظ دراجي قالوا اي انسان في العالم مش عربي المهم يكون معلق عربي قالوا خليفه جبالي قالوا يطربني كثيرا ف
فأنا هنا زاد نعتبر اللي عصام ورؤوف وهيكل معناها متميزين جدا، والحمد لله أنه لكل طابعه. شنو أقوى تعليق عملته وبقى في بالك؟ أقوى تعليق الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا الأمم في جنوب أفريقيا في مدينة دوربن بين زامبيا وتونس 4-2، هدف قيس الغضبان من السنتر، هدف عادل السليمي. نجم تعاودو؟ والله ما نجمش نعاودو عليك؟ عام 96 توا نسيت الكلمات شوية. لا ما نسيتهمش، بكيت في البونتو الرابع انت عادل السليمي، وسعد حميد قال لي لا اهدأ يا جبل هكا تذكروا الله يرحمه. فكرنا شوية مثال وقتها سجل قيس الغضبان، قلت هذا الشاب صغير السن كبير اللعب، وهذه تحية من أقصى جنوب القارة إلى أقصى شمالها، من مانديلا إلى تونس. مانديلا رمز الحرية طبعا، فما ننساش. كذلك ماتش الجابون دور ربع نهائي، ماتش حقا تعبتنا الجابون على الأخر، والطرفة أنه شكر الوعر تصدى لضربة جزاء الثالثة، وفي باله مازالت متواصلة السلسلة، وإحنا ترشحنا إلا ما جاوهم بالمرمى وقوموا قالوا شكري سي ترشحنا دور نصف النهائي. بيه علاش ما مشيتش للخليج سي خليفة؟ والله ما مشيتش ما كتبش، كان ثم فرص؟ لا كان ثم فرص، ولكن تعرف علاش قلت لك انا بكري، راهو المسؤوليات مش كان اللي صار لي من المحيط، حتى انا مسؤول في بعض الاحيان، وللاقدار خليني نقول هي المسؤوله. وقت اللي بديت الرحله نحو الخليج انا كنت باش نمشي قبل معلول، وانا اقترحت معلول على عتوك. نبيل معلول انا اقترحته على صدق سياسي عتوك. ما فهمتش شنو علاقه بعض؟ دخل خليفة جبالي في نبيل معلول في عطوكة. أنا صديق عطوكة وعطوكة جاني وقال لي تمشي معايا القناة أبو ظبي الرياضية باش تحل. وقتها مازالت أبو ظبي أبو ظبي فقط، تحلت الرياضية. ف قاعدين في أحد المقاهي في العاصمة أنا والصادق سياسي عطوكة ومحمود قاسم رئيس فرع كرة اليد آنذاك من نادي إفريقيا الله يرحمه توفى هو آخر. قال لي شنو رايك، ومعنا الأستاذ محامي عماد الرياحي. شنو رايك تمشي للخليج؟ شنو تعمل؟ وقت نزلت كي كملت عديت الماتشات انا وريفا العودي بتاع 96 لورود 96 في انجلترا، وخاصة ماتش هولندا انجلترا. اي شنو صار؟ فقال لي متفقين جيب لي سيديات، وقت ما فهمش سيديات كاسيتات، جبت له كاسيتات من الفيلم موتاك بتاع التلفزة وشافهم اعجب بهم، قال لي مش نهزهم، هو صديق الامارات معروف على التوك. فقال لي حاير كان في محلل، قلت له عندك عبد المجيد شتالي؟ قال لي لا، وخلاف تاريخي بيناتهم بين عبد المجيد شتالي وعطوق طبيعي جدا من وقت الارجنتين. قلت له شنو رايك هكم؟ هذا كان يدرب في النادي الافريقي نبيل معلول، شنو رايك؟ قال لي لا تظلينا مين؟ اختار نبيل معلول وقعدوا. بعد شهر نلقى فيصل شعبان مشى لابو ظبي الرياضي. لا لا شنو صار؟ ما نعرفش، ما عاودش كلمني عطوق، ما عادش يهز لي التليفون. هذه كانت الفرصة الوحيدة في الخروج. أما فرص أخرى جاتني في عشق، قلت لك أنا مسؤول في جانب منها أو الأقدار. أنا في وقتها أولادي، أنا عرست صغير 23 عرست، أولادي وقتها في فترة حساسة، اللي عمره 16 واللي عمره 15 واللي عمره 12، مش خليهم ونمشي، لا إحاطة ولا أنكادرمون ولا شيء، يذيعوا لي في الظروف الموجودة في تونس يذيعوا لي. فاعتذرت أكثر من مرة، وتنجم تسأل هشام الخلصي وتسال عصام الشوالي نفسه. فما كانت حاجه مع نبيل معلول كان باش عرض حاجه هكا؟ بعد الكان دوميكات اللي كان هو مساعد مدرب. الكان دوميكات قال لي تمشي، ماشي نبيل معلول. اي شنو وقتها؟ لست ادري ما حصل. وفي المقابل شنو معناها يقترحوا عطوقه ولا معلول باش هما يتسببوا في خروج معناها يكونوا واسطه؟ مش متسببوا، يعني هما كانوا واسطه، ولكن لست ادري ماذا يحصل هناك. يعني بالنسبه لمعلول يعني معمول به انه عطوق مدرب ولا لاعب يكون واسطه في خروج صحافي معناها بحكم علاقاته. طبيعي علاقاته نبيل معلول تحب ولا تكره، يعني في قطر له كلمته، عنده كلمته. وهو طلب مني، مشيت له حتى المطار، قال لي راهو نسافر تو لميلانو، سيتي دون لو تون 2005 2006. بعد الكان، بعد ما خرج من ليكيب ناسيونال مع لومير، قال لي راني تو مسافر. ما ياثرش مثلا سي خليفه على مصداقيه الصحافي انه مدرب مثلا يعمل خدمات من نوع هذا للصحفيين؟ لا مش خدمات، هو طلب مني. طلب مني، هو يرى فيا انه
نجم نور لوجهه تقول انت، اما طلب خدمات او هو وسيط ليس وسيط، هو انسان يقتنص في مذيعين، ربما هو بنفسه يحب تكون هديه منه الاصدقاء في قطر، يقول ما انا معلق مشهود له ويحكيوا لي انه في الباشي ويجمع الكل يحكيوا لي، ونسيت عذرا انه في الباشي ايضا ولو انه يعدي في مقابلات صف ثاني ولكنه متميز ايضا، يعرف خدمته يعرف ايش يقدم. نضيفه للثلاثي اللي ذكرته بكري او الرباعي. باه تابع برامج تلفزيونية اليوم؟ برامج تلفزيونية رياضية؟ اي متابع. شنو اللي يعجبك شنو ما يعجبكش؟ كما كل مشاهد عادي. برامج كل تبعها تقريبا ما يعجبوك ما يعجبوكش؟ كيفاش تقيمهم اليوم برامج في التلفزيون نتاعنا يعني لحد الرياضي خطوة التاسعة كيفاش تقيم؟ باهي على كل حال هناك قنوات تقدم مادة رياضية، سيرتو نحكي على البلاتوات نتاع البرامج الحوارية او نتاع تحليل او غيرها. هناك من يتحدث رغم انه قار في البرنامج يتحدث دائما بالانتماء، وهذا يزعجني بصراحة. هاني انا في حياتي الخاصة يعني غادي من الانتماء. بالنسبة للانسان يخدم في بلاتو وهو متعاقد مع البرنامج او مع القناة، واحنا 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 وكل شيء يقرب لحد، ولا اذا كان هو منبوذ في نادي بيهم وعليهم بيهم وعليهم، هذه ما بصراحة كأني بها تتكرر في كل القنوات، في كل القنوات دون استثناء. اي انت من العباد اللي تجاهر بانتماء سي خليفة؟ نعم جاهر به، وليس عيب وليس جريمة. هون شوف فيهم الناس كل، شوف فيهم الناس كل، فما اللي جاهر لغايات. اما انا صورت من نادي الافريقي؟ ما صورت شيء. هذاك الغالب 50 سنه نادي الافريقي يا اخي، توا مش نسلم ما نجمش نخبي. الطاهر مبارك الله يرحمه كان مخبي انتمائه للترجي كريمو، حاشا من يسمع وقت اللي يضيع عبد الجبار وشوش يقول له يعطيك كسر عبد الجبار في المباشر. محمد بغنيم ما قال حد لحد. اسماعيل تريكي الله يرحمه الاتوالا ما يلعبها حد. باش نزيدو نحكيو بأكثر عمق في الموضوع هذا بتاع خاصة الانتماء للنادي الافريقي بعد الأخبار مع زميلتي صابرين بن محمود، وبعد مواصلين في الحوار متاعنا مع خليفة جبالي حتى الخمسة متاع العشية. زون ميكس راحة البال، برنامج العائلة والأزواج، الموعد كل نهار أحد من ماضي 3 للأربعة مع ريم الإنجليز. موضوعنا نهار الأحد الكذب بين الأزواج وفي العلاقات العاطفية، هل أنه الكذب جيد في بعض